أوروبا والكرة الحقيقية في أوروبا. طبعا كرة أوروبا تبقى هي الأحسن على المستوى العالمي. تنطلق المباراة، منتخب كازاخستان بلباس أزرق في أول محاولة وأول هجمة وأول انطلاقة عن طريق الجناح الأيسر لمنتخب كازاخستان. طبعا منتخب كازاخستان انطلق بسرعة في هذه المباراة ويحاول أن يباغت منتخب السويد بلاعبيها الكبار وبتجربته وخبرته. وزلاتان وأول هدف في المباراة، زلاتان إبراهيموفيتش في الثانية 29 يفتتح باب التسجيل بعد هفوة في دفاع المنتخب الكازاخي وانطلاقة سريعة لإبراهيموفيتش الذي لا يرحم داخل مناطق العمليات. طبعا فرحة الأنصار، نحن لم نبدأ بعد المباراة، لم تنطلق أصلا المباراة بالكيفية اللازمة، ونشاهد أول هدف مع زلاتان إبراهيموفيتش هداف المنتخب السويدي ب 44 هدف 45 اليوم، والهدف السادس ليه في تصفيات كأس العالم هذه في المجموعة الثالثة، مجموعة ألمانيا السويد النمسا جمهورية إيرلندا كازاخستان وجزر الفاروي. شوف العملية، عملية